الفل غيبوبة. صباح الجمال يا طاطا. الله مش ده الواد درديري؟ لا يا عم مش هو درديري. امال مين؟ باين عليه درديري. تصدق كنت بحسبه درديري. ده خير يا فندم. ايه يا عم معدي كده لا صباح ولا مسا ولا كلمه كويسه؟ ده ايه يا عم غيبوبه؟ ما انا بقول لك صباح الخير ولا مساء الخير، يبقى بصبح ولا ما صبحش؟ ما جاتش في وداني يعني. لا 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 درديري اتغير. اتغيرت صح اتغيرت. الفلوس الفلوس غيرتك يا درديري. لا ما تقولش كده الا درديري. الفلوس هي اللي غيرته. ايوه قلة الفلوس يا فندية مثقفين. انتوا يا اخوانا دلوقتي انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. ايه؟ انا صراحه مش عاجبني وقفتنا كده. ايه رايك كده؟ بص تعالى بقى شوف كده اهو. لو عجبك كده قول لنا. ايه رايك كده؟ لا انا بتكلم جد يا جدعان. انت جاي تفوقنا يابا في ايه؟ انا بتكلم جد. احنا عايزين نعمل حاجه مفيده. حاجه مفيده اللي هي ايه يعني؟ نشرب سجاير مثلا؟ لا مش مفيده قوي للدرجات. لا بتكلم جد. احنا من رايي يعني صراحه ان احنا مثلا نلعب رياضه. نلعبوا رياضه؟ طب وانا وطاطا بقى نهب بيه لما نلعبوا رياضه يعني. صح. لا انا عندي مشروع هايل بالنسبه لك انت. وسيبه بقى الهباب ده. لا ليه؟ خلاص سيبوكم من الكلام الفارغ اللي انتوا فيه ده. احنا بنقول نلعب رياضه وانتوا عمالين تهببوا الهباب ده. انا صراحه من رايي بالنسبه لك انت انك انتوا تبقوا المتفرجين. انا من زمان كان نفسي اتفرج. ماشي. لا 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 لا. طب واحنا هنعمل ايه يعني؟ لا انت تعمل حاجه جديده بقى. ايه بقى؟ تبقى متفرجين. ربنا يخليك اشكرك. خلاص يا اخوانا. بس اهم حاجه بقى عشان نلعب رياضه لازم نلعبها في مكانها الصحيح. فين يعني؟ متهيألي نلعب في نادي. نادي؟ موافقين؟ موافقين. يلا يا فندية. يلا يا عم. اهلا اهلا اهلا. انا برحب بيكم وبرحب بجميع الشباب. احنا فاتحين ابواب النادي على مصراعيها عشان نوصل خدمتنا للشباب. احنا كل اللي عايزينه منكم يا جماعه 16000 دولار. ايه؟ و 10000 جنيه استرليني. ايه؟ و 7-8000 جنيه مصري مساعدة لأعضاء مجلس الإدارة. إيه؟ وكل المطلوب منكم تجيبوا لنا بس الشهادة إنكم ما عندكوش مرض الفاشيولا. لا دي ما نقدرش نوعدك بيها معلش. سيادتك إيه الطلبات دي كلها؟ ألو؟ أهلاً 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 يا سعادة البيه. يا فندم إحنا سعداء بسماع صوت سعادتك. نعم؟ عايز يبقى عضو في النادي؟ يا فندم ده انا بعتله بكرنيه لحد البيت. هو عنده كام سنه؟ 90 سنه؟ في عز شبابه اهو ده السن المطلوب. نعم؟ حاضر يا فندم حاضر. بس سعادتك بقى ما تنساش الانتخابات قربت وانا مرشح نفسي فتبعت لي عمال الشركه بتوع سعادتك عشان يزكوني. طيب يا فندم مع الف سلام. مع الف الف سلام. ها قلتوا ايه؟ انت معاك كام؟ انا معايا 20 عايز منهم 15. وانت معاك كام؟ انا معايا 15 عايز منهم 20. مش هينفع طبعا. خلاص سيادتك احنا هنبقى نكمل الفلوس دي ونجيلك ان شاء الله. هي بس المشكله في الاسترليني. احنا نغير الفلوس وبعدين نجيبها لحضرتك على طول. طب اغير لكم معاكم مصري؟ لا سيادتك احنا مغيرين قبل ما نيجي على طول. طيب على كل حال انتوا اسعدتونا بهذا اللقاء. لا 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 نجيب الاسترليني الاول وبعدين نبقى نيجي بعدين. معلش خد يا عم ما تبصليش كده يا عم طاطا. صباح الفل يا غيبوبه. ماشي يابا. مسي على نوسه. نوسه؟ في راجل اسمه نوسه. اما انت اسمك نوسه الماما اسمها ايه؟ محروسه. ايه ده؟ مش ده الواد درديري؟ لا بقى بقى درديري درديري. اتغيرت يا درديري. اتغيرت انا اتغيرت. واخوانا لو سمحت مش عايز اشوفكم ماسكين الحاجات اللي في ايديكم دي تاني بعد اذنكم. فات يا جماعه انا عايز اكلمكم في موضوع مهم قوي. اتفضل. إيه؟ عايزكم تركزوا معايا. ماشي ركز معايا يابا. انا مركز يا عم. في ايه دلوقتي يا اخوانا؟ احنا شكلنا بقى وحش قوي. قدام اهالينا بقى شكلنا وحش قوي. لازم نعمل حاجه نساعد اهالينا بدل وقفتنا دي. احنا بقينا زي الشحوطه يا جدعان. يا عم انا في حد من اهالينا اشتكى لك؟ انا عارف. معروف. اتفضل. واحد زي ده اكيد محمل اهله بلاوي. اتفضل. ده حمل لوحده. نوسه ده عيني تلاقيه معذب اهله بشكله ده. هو اللي شكله. وانت عادي مرفه اهلك انت؟ لا ما انا قلت اريحهم وانفصلت عنهم خالص. بتتكلم جد؟ يبقى ارتاح طبعا. يا جماعه بجد يا اخوانا حتى عشان نفسينا بلاش اهالينا عشان نفسينا يا اخوانا لازم نعمل مشروع. مشروع؟
انا في دماغي مشروع كده. ايه؟ عربية كبدة قدام بيتكم. مش هينفع. ليه بقى؟ الواد نوسة وطاطا هياكل اكله كله. الله يا عم، انت قطع ارزاق ليه؟ ما تسيبه يعمل المشروع، انا جعان يا عم. لا لا لا، بلاش حكايه الكبده دي. انا عندي مشروع لو عملناه هيكسر الدنيا. وعهد الله. يعني انت في دماغك مشروع؟ ده انا في دماغي بلاوي. طب قول كده. سبت مشروع كده. الله، ده انا عندي قدده 10 مرات اوريك. لو يكملوا بقى. ركز. لا خالص. انا ايه رايكم بقى اقول لكم على مشروع هايل؟ ايه؟ نعمل ترابيزة بنج. ترابيزة بنج؟ المشروع ده هينجح. ليه؟ طالما في بنج هيبقى تمام. لا لا لا، مش بنج ده. نعمل ترابيزة بنج بونج يا اخوانا. بنج بونج؟ منها رياضة ومنها نكسب منها. بس يعني. بس ايه؟ بس يعني مش محتاج ده مشروع. التكلفة؟ ايوه. التكلفة بسيطة، نتشارك مع بعضينا. موافقين؟ موافقين طبعا. احنا لازم موافقين. ماشي. انا شخصيا معايا 20 جنيه محتاج 15 منهم. طب حلو. خد بقى. انا معايا 15 ومحتاج منهم 20. حلو قوي. حلو قوي. وانت؟ وانت ايه ظروفك؟ انا طاطا هيدفع لي ان شاء الله. طاطا هيدفع لك. وانت ايه؟ انا ايه؟ انا مش هتفرج. ايه هتفرج وادفع ولا ايه؟ متفرجين. ماشي يا عم، هتفرجك ببلاش. انا ممكن ادي لك 30 جنيه. تتكلم جد؟ والله 30 جنيه؟ دول هيحلوا لنا مشكلة. النهارده كام في الشهر؟ 27 28 29 30. حلو. اوديا يلا يلا. يا الحمد لله يا رب. الحمد لله. ربنا كرمنا اخر كرم بالترابيزه. والترابيزه شكلها حلو قوي. حسن ربنا يخليها لك يا رب عقبال عفشك. الله يخليك. ربنا يكرمك وتشوفها ترابيزه سفره. ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. ده انا ياما حلمت بالمشروع ده. كنت دايما وانا نايم اسمع صوت بيقول تيك 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 تيك. صوت الترابيزه. لا، صوت المنبه. يا رجال البلدية جاية. بلدية 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 بلدية. ده هم البلدية. وزي سيادتك طبعا ما انت عارف يعني ان الاشتراكات في الانديه بقت غاليه جدا، ما فيش شاب يقدر يشترك في نادي حاليا يعني. سيادتك بقى ده اللي خلانا ان احنا نفكر في مشروع ترابيزات البينج بونج. بترابيزات البينج بونج دي احنا ممكن نتميز في ظرف وقت قليل جدا، هتلاقينا مميزين جدا، هتلاقي شباب طلعوا بيلعبوا بينج بونج وكل حاجه تمام. ايوه ايوه، زي السينما عملت يا باشا. بقوا ابطال العالم في البينج وعملوا دماغ كبيره قوي. بينج ايه؟ يقصد سيادتك البينج بونج يعني. سيادتك زي امريكا كمان. شوف في امريكا في كل ميدان هتلاقي سله، في كل شارع وفي كل حاره هتلاقي سله عشان يساعدوا الناس ان هم يلعبوا سله. ده وصلت سيادتك لدرجه الحمامات بقوا يحطوا فيها سله، الراجل وهو قاعد كده يقوم رامي السله في ولا ايه؟ ايوه ايوه، انا سمعت بحكايه الحمامات دي. من مؤاخذه، اصل كنت بلف بالتاكسي طول الليل. انت شغال بقى على تاكسي بصلعتك دي؟ وبتلم بالتاكسي بقى العربيات والحاجات المخالفه برضو؟ عاوزين ايه؟ خلصوني. عايزين ترخيص لترابيزه بينج بونج سيادتك. برغم ان انا مش مقتنع، بس هعرض الموضوع ده برضو. امتى يا اسطى؟ بعد سنتين ثلاثه. الساعه كام سيادتك؟ ساعة ستة، ستة وربع كده يعني. يعني ورانا حاجة يومها؟ يعني حسب الدورات اللي عندنا بقى. بس وراكوا ده ناقص. ناقص ايه؟ ناقص العقد الأصلي بين مستر بينج ومستر بونج. عم انت يا عم شغل بالك بالبتاع دي طول النهار، عمال فيه ايه؟ الله، انت شغال في الارصاد، مالك فيه؟ اترياقوا اترياقوا عشان تيجي تتشقت مننا الترابيزه دي كمان. يا اخوانا لازم نتعظ من الترابيزه اللي فاتت، ده احنا دافعين فيها دم قلبنا. دلوقتي انا عندي خطه ما تخرش الميه يا اساتذه. ايه بقى؟ بصوا بقى، احنا هنشتغل دلوقتي نادرجيه للترابيزه.
ازاي؟ قلت لي ازاي؟ قول لي ازاي؟ ازاي؟ اما انا هقول لك اهو، اصبر. طيب دلوقتي انت اول ما تلاقي البلديه جايه من بعيد تبص في دي، اول ما تشوف فيها البلديه تصفر لنا على طول. تبص في دي ماشي؟ أيوة. البلديه يا جماعه. لا لا تجربه، مجرد تجربه يا عم. طيب من غير تجارب مش عايزين نجرب تاني. هتروح على الناصيه اللي هناك، اول ما تبص تلاقي البلديه جايه صفر لنا. وانت يا استاذ اتفضل. ده الجرنان اللي بيطلع في الافلام كلها اللي فيها المراقبات. اتفضل يا استاذ، في خرمين اهم وكله تمام. ما تقلقش ما تقلقش. ايه يا دردير اتغيرت؟ اتغيرت. هتقف تراقب على الناصيه الثانيه، اول ما تلاقي البلديه جايه صفر لنا صفرتين عشان نجري الناحيه دي. دي اللخبطه اللي انا عامل حسابها بقى. ليه؟ طب مش قلت لي هيجوا من هنا؟ ايه اللي هيجيبهم من هنا؟ افرض حبوا يطلعوا في الجرايد، ممكن يطلعوا من هنا. صح. لا لا ده انا طيب. ده انا دارس. انا هعمل، انا على طول يا عم كده محسسني ان انا ماليش لازمه. لا ازاي يا عم، ده انت اهم عنصر معانا. ربنا يكرمك. انت يا استاذ مهمتك صعبه شويه بس اهم حاجه. ايه؟ انت اول ما تلاقي البلديه بقى عدت من ده وعدت من ده، وطبعا اكيد هتعدي منهم يعني. انت تلملهم بالعرض بقى، بعرض الشارع تلملهم. وافرض دسوني. يا سلام يا سلام، يعني يدسوك ولا ياخدوا الترابيزه يا استاذ؟ لا يا عم ربنا يخلي لنا الترابيزه يا عم، انا جاهز كده خلاص. وعموما ما استناش البلديه، يعني اي عربيه معديه نام على طول. طيب ماشي ماشي الحال. طيب كل واحد عرف خطته. يلا اتكلوا على الله. قلت لي انهي ناصيه؟ الناصيه ولا مش من هنا. انت العرض يا عم، عرض الشارع قدام العربيه بتاعت البلديه. طيب اتكل على الله. يلا انا هنام من دلوقتي، ولما تيجي البلديه ابو صحوني بقى. خلاص يلا تعالى صحيك ما تقلقش. وانت ايه وانا رجلي كنبه؟ مش تقول لي انا هعمل ايه؟ عيب إيه؟ عيب ما تقولش على نفسك كده. امال ايه؟ انت مهمتك مهمه يا استاذ. يا ريس مهمتك مهمه. ايه يا ريس انت كده بتختار لي الحاجات الصعبه على طول؟ لا 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 دي مهمه سهله جدا. ايه بقى؟ هتقف معايا على الترابيزه تلم الغله، واي واحد للابط بالملتعه في مناخيره على طول. يلا ريس. يلا فنديه الساعه خلصت. ها ايوه يابا، ده انت شارب نص ايدك دلوقتي. خمسه دول. خمسه حلو. دول انت لميتهم؟ وانت لميت كام؟ انا لميت خمسه زيهم. ايه ابو كام؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ اوعى تكون عايز تخنصر حاجه. بالنسبه لموضوع الخنصره كنت عايز اكلمك يا ريس في حاجه. العيال التانية ما بتتعبش زينا، واحد بينام على الأرض والتاني مقضيها نضارة، فيعني شوفني بحاجة يعني. أشوفك بحاجة؟ لا يا أستاذ ده ضمير. إيه يعني؟ ضمير. طب هتعمل إيه؟ مفيش ولا واحد هياخد مليم، إحنا شايلين الفلوس دي للصيانة يا أستاذ. صيانة؟ ولو افتكرتوها أبقى هحاسبكم عليها إن شاء الله. تحاسبها؟ كف كف كف. اتفضلوا. شكرا. ايه الصوت ده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ ايه الصوت ده؟ ده باين باينها حنفيه بتنقط. لا 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 ده مش صوت حنفيه، ده صوت حد بيتضرب بالقلم. لا لا ده باين حد لابس قبقاب. لا لا ده حد بيتضرب بالقلم دلوقتي. يا اخوانا بما ان البلديه بتطاردنا مفيش فرصه ان احنا نلعب غير في بيتنا. ماشي بس اهم حاجه يا اخوانا الهدوء. ابويا وامي نايمين، لو سمعوا الصوت هيقوموا طيرانوا عشتنا. وبعدين ابويا ده عامل زي الديب، بينام عين مفتحه وعين مخمضه. يعني هو دلوقتي له عين مفتحه؟ ايوه. تروح تقفلها له وتخلصني؟ ما هو بيبدل. وبعدين المشكله مش في عينه. امال في ايه؟ المشكله في ودنه. ما تقوم قوم شوف احسن يكون حرام هيسرق الحاجات اللي بره. قوم يا راجل. ايه حرامي؟ طب ما تقوليش يا راجل. ايه ده؟ ده باين انه صوت عفريت. عفريت يا حلاوة، انا نفسي اشوف العفريت اللي امي كانت بتخوفني بيه وانا صغير. مفيش كورة من غير صوت. مفيش كورة من غير صوت. ايه ده؟ هو انت يا صايع يا ضايع؟ لمين من العيال هنا وجاي تلعب لي كوره هنا؟ مش كوره يا بابا، دي بنت وام. بنت؟ هو انت ايه؟ عيال وهتعمل عمليه ولا ايه وتاخد بنت؟ ايه ده؟ فتحني مستشفى هنا وانا لا اكلك لما جايب لي الشعر. يا
ادي كل اللي واقفين في طريقنا، تفتكروا بقى مين فيهم المسؤول عن مشكلتنا؟ انما احنا هنكمل هنكمل هنلعب هنلعب. يا اخوانا انا نفسي اتجوز واتجهز وابقى